خلينا نروح لقصة تانية أحمد، وهي طالب من طلاب مصر في الحقيقة دايما فخر لينا، اللي طلبة مصر في الحقيقة بقوا بيعملوه في السنين اللي فاتت. خلينا نتكلم عن طالب بالتحديد، وهو عاطف حمدي، طالب بالفرقة التانية بكلية التجارة جامعة القاهرة، نموذج في الحقيقة لشاب قدر ان هو يحول محنته لإعجاز، معتمد على العكاز اللي كان بديل لرجله المفقودة، وبقى بطل عالمي في رفع الأثقال برجل واحدة والعكاز. خلونا نشوف ازاي. انا اسمي عاطف حمدي، عندي 22 سنه، بلعب رفع اثقال ذو الهمم. انا في جامعه القاهره في فرقه تانية كليه تجاره. انا عندي شلل دمي تيبسي، ده نتيجه نقص الاكسجين في الحضانه. كنت مرفوض في المدرسه عشان حركتي، ما كنتش بروح المدرسه الاول. عملت ورق لحد ما اتقبلت، فصلي كان في الدور العالي، كانت والدتي هي بتشيلني على كتفها لحد ما خلصت. امي كانت عكاز اللي من الدنيا، ساندتني في حاجات كتير قوي، هي اللي خلتني وصلت اللي انا فيه. كانت اول دافع في حياتي ان انا اكون الشخص ده، ربنا الاول ثم هي. خلتني ان انا مش شايف نفسي قليل، كل حاجه كانت بتحصل معايا كانت بتعديها، تقول لي انت احسن من غيرك، انت افضل من ناس كتير، ربنا اداك الحاجه دي عشان هيكرمك بحاجه بعدين. دايما كان عندها يقين كبير، واليقين ده يعني هو ده اللي خلاني اداني القوه اللي عندي حاليا. تعبها اللي تعبته معايا انا بوريهولها دلوقتي، انا بقيت فين. انا بصحى الصبح بحضر فطاري، بخلص من الجامعه بقى اغير هدومي هنا واروح الجيم. اتعلمت العلاج الطبيعي من الدكتور، حبيت انا اطبقه في جيم، خلاص انا خدت على المعتاد. رحت الجيم كانوا رافضيني ان انا اكون موجود، انت مكانك مش هنا، جاي تعمل ايه؟ اتمرنت لوحدي فتره ما كنتش بعرف اتمرن. قابلني كابتن بيلعب رفع اثقال ذو قدرات خاصه، قال لي تعالى نلعب، انت فيك حاجه عايز تعملها، انا مستعد ان انا اخليك توصل. رحت لعبت اول بطوله ليا، كان فيها 30 يوم، جبت ثالث جمهوريه، كنت في قمه السعاده. اترفضت في شغل وحاليا مرفوض، يعني انا نفسي اشتغل، مش عاوزيني في الاماكن بتاعتهم. بروح شغل يقول لك لا عشان حركتك، عشان مش هتقدر تعمل اللي احنا عايزين نعمله، بس انا كفيل ان انا اعمل اي حاجه ايا كانت ايه هي. مفيش حاجه اسمها اعاقه، هو ربنا مديك حاجه كرم منه، خد حاجه واداك حاجه قصادها كتير. والدي مش سايبني انا، دي بقى يعني دي حاجه كبيره بالنسبه لي، ان هما مش سايبيني هنا، بيجيبوا لي كل مستلزماتي، مش مقصرين معايا في حاجه. بسعى ان انا اخد بطل اولمبي، نفسي اكون بطل اولمبي في لعبتي، عشان انا عندي حلم لسه ما خلصتوش، ده مجرد سلمه، لسه الدرج كبير، سلالم كتير. انا بشكر امي على كل حاجه هي عملتها معايا، بشكر والدي ان هو سندني، بشكر اخويا اختي، كل حد عندنا هنا في البيت سعى ان هو يخليني اكون كده انا بشكره. بشكر كل اصحابي اللي واقفين معايا حاليا، واي حد جه في مره وقال لي مني ده بيتمنى ان هو يشوفني دلوقتي. انا بقول لك انت شايفني دلوقتي انا فين، فانت خسرتني.